الإعلامية ماهرة عبد العزيز أو شيخة، شيخة. مرحب بيكي. والإعلامي علي، الله خرب يسلمك. علينا يا أستاذ علي. لا بالعكس، أنتم ما شاء الله أنتم الأساس. شيخة، دورك بالمنصة اسمك شيخة هيكون، اسمي ولا أنت شيخة. شيخة؟ لا، أنا في الأول لما عرضوا علي النص توقعت إنه أنا شيخة، بس آه. قالوا لي لا، اسم الشخصية شيخة، بس المهم حلو. هي شيخة اسم على مسمى في النهاية. طيب مهيرة، هيدا يعني يعتبر يمكن أول دور تمثيلي لإلك حقيقي. صحيح، آه. أنا بداياتي مع التمثيل كانت في أدوار يعني ضيفة شرف. أنا طلعت مرتين مع طبعا الأستاذ العظيم ناصر القصبي في سيلفي 1 وسيلفي 3، والحمد لله كانت تجربة حلوة، بس كنت طالعة برضو بدور مذيعة في أول مش كمان اللي فيهم كلهم، أنا طالعة مذيعة. ليه؟ ما بعرف، يمكن هم الناس أو المنتج أو المخرج لما بيدور على يمكن دور مذيعة بفضل يروحوا لأسماء معروفة نوعا ما، اوكي حلو. وعندها قابلية التمثيل، والحمد لله أغلب المخرجين اللي اشتغلوا معايا، من كان المخرج أوس الشرقي في سيلفي، هو اللي صراحة اقترح علي الدور في حلو. سيلفي 1 وسيلفي 3، يمكن شاف في موهبة، بس كان دور كضيفة شرف. حلو. بعدين في الديفا، بس كمان كلها كانت أدوار ما فيها تمثيل، يعني كنت طالعة بدور مذيعة وبأدي دور المذيعة صحيح على الشاشة. صحيح. شيخة مذيعة، بس هي سيدة أعمال، وهي في النهاية دور مركب، وفي يعني أنا طلعت يمكن مشهد واحد بعمل فيه انترفيو مع ماكسيم، اوكي. وبعدين كل أو باقي الدور لا، تمثيل دراما وحوارات وخلف حلو. الكواليس، وفي أحداث مشوقة وفي أخبار سيئة وفي شوية بكاء ودراما، فيعني كان فأنا فعليا أعتبره أول دور تمثيلي، لأن طلعت من في تمثيل يعني، في في تمثيل، أداء. مش بس إنه أنا طالعة بأدي دور المذيعة كمذيعة أو كإعلامية. كيف لقيتي هالتجربة بالمنصة؟ لي أنا في البداية كانت جدا صعبة، بس من جد فريق العمل يعني ولا يعني أكثر من رائع، وتفهموا أنا من الأول. هو يمكن ما كان في بسبب سفري على بيروت، وأنا ما كنت متواجدة في دبي، فاضطرينا نخلي كل مشاهد التصوير مضغوطة في أبو ظبي، وحطوا لي مدرب التمثيل الأمريكية، اوكي حلو. بس للأسف يعني اضطرينا نعمل التدريب بشكل مكثف، ويعني ما أخذت وقتي فيه. فأنا لما رحت كنت خايفة، كنت مرعوبة أول يوم، مرعوبة مرعوبة من شو؟ مرعوبة من التجربة. أنا من النوع اللي اوكي لما أسوي شيء أحب أكون the طب. best، top، perfect، فخاصة أنا جاي من مجال صار لي فترة فيه وخلص أنا متمكنة فيه، أنا متمكنة كعالمية. بعدين أنا حلو. كعالمية متعودة أكون يعني ما عندي نص، أنا ما بحفظ نص كلام، فهمت عليك، فجأة بالسجل لازم تحفظ بدك تحفظي وتمشي وتستنى عليه. وتحفظ. أنا بعدين اكتشفت مش أحفظ نصي بس، أنا لازم أحفظ نص صح اكيد. الممثل أو ايش الممثل اللي قدامي لحتى عشان أرد عليهم. فيعني في الأول كان هذا كل تركيزي إن أنا ما أغلط وأكون يعني يمكن أول يوم كان جدا صعب، بس سبحان الله الحمد لله، لأن مع مين بتتعاملي بالمنصة أكتر شيء؟ أنتو مين يعني الممثلين اللي بتحتكي فيهم أكتر شيء؟ عبد المحسن النمر أكثر شخص يعني بيكون في مشاهد بيني وبينه، سعود الكعبي وماكسيم خليل، حلو. ثلاث شخصيات كيف اللي شفتي ماكسيم خليل أول مرة يمكن أنا أول مرة، أنا أول تحتكي مرة معه؟ فعلا يعني يعني أقابله فيس تو فيس، وكمان يعني يكون في بين دور كان لاقين معايا في لا في المشهد يعني، بس هو في الطبيعة اوكي. أكثر من رائع يعني. والله حلو. بس هم ما شاء الله، خاصة ماكسيم وعبد المحسن ما شاء الله يعني مخضرمين، وأنا عبد المحسن كثير ساعدني أمانة يعني، والله هو وقف يعني هو اللي حاول. خلاني أهدى وأدخل في مود الشخصية، يعني ما أكون تنشن وبس مركزة إني أحفظ النص، يعني هو كثير ساعدني وعبد إني أدخل المحسن نمر التجربة. كمان أول مرة مش أول بتحتك لقاء، بس وهيك أول مرة إيه طبعا بتمثل. كتمثيل أو يكون فيها طبعا كيف أنت عارف شخصيته؟ الكواليس يعني الدراما غير المسلسلات أو غير 100% الدراما طبعا. عفوا غير البرامج، يعني الفترة اللي بنكون فيها في الكواليس مع بعض طويلة طويلة، يعني هو يوم تصوير يوم طبعا تصوير يعني 18 ساعة اكيد 19 ساعة، من فيعني هاد الواحد. فبنشوف كل الأجواء مع بعض يعني، فكانت طب أجواء حلوة. شو اسمه سوبرمان
صح ممثل ايه أمريكي ايه التقيتي فيه لا كمان؟ انا ما لا كان انا كان مجالك لانه بعيد. هم في اشياء صوروها طبعا قبل ما انا اكون معاهم، وانا بعد ما خلصت مشاهدي هم يمكن كملوا تصوير كمان هيكون عمل اشوفهم. ضخم قوي يعني، هو قريبا هيعرض على صح نتفليكس وتلفزيون ابو ظبي، صحيح هيكون شيء كتير كبير وفي اجزاء كمان عرفت. فعلا. هم من اول ما كلموني، على فكرة هم لما كلموني على الدور انا في البداية طبعا كان عندي تحفظ، على لانه هذه المرة مش ضيفة شرف أو دور، الرئيسية يعني في دور هو دور رئيسي ودور محوري، فيعني كان من أحد الطلبات إنه يعني ما يكون في تركيز على هالشخصية في البداية، لأنه أنا فعليا خفت من انت المساحة، طلبتي ما هذا يكون الشيء. هالمساحة. وأتذكر على فكرة عشان هم تاخذي جايين من راحتك. أبو ظبي كأنه جايين يخطبوا، كانوا خمسة يعني المخرج والمنتج والكاتب والكاتب، إنه داخلين إنه والله كأنه جايين نطلب يعني نخطب، فلأنه فعليا انا كنت خايفة من التجربة، بس لما شفت هم طريقة تعاملهم متحمسين. وحرصهم، وفي الأهم زي ما انت ذكرت الحرص على الكواليتي، يعني انا شفت مقاطع وشفت طبعا التريلر، يعني شغل بروفيشنال، يعني طبعا شغل طبعا انا عارفة انه العالم العربي ما بيحب كلمة عالمي، بس هو كمستوى عالمي، حلو واصلا نتفليكس ما بتاخذ اي عمل مية الا اذا بالمية كان بمستوى معين. يعني انتوا كل اللي متابعين طبعا طبعا نتفلكس اكيد. دينو، هو اول عمل اماراتي كمان واول على عمل نتفليكس. اماراتي، والحلو انه زي ما انت ذكرت يعني هو عمل اماراتي بس فيه نجوم من كل العالم العربي، 100%. وفي نجم عالمي، وفي حبكة وفي قصة وبعيد عن الدراما الخليجية المعتادة. صحيح هيكون 5 اجزاء انا حسب ما عرفت، احنا هتكوني لسه ما معهم. خبرونا على الخمسة، انا عارفة انه اكيد الجزء الثاني انه مفروض شخصية شيخة مكملة، حلو الجزء الخامس صراحة لسه ما يعني ما حد كلمني انا على طب غير فيك عن الجزء تخبرينا شوي الثاني. عن المسلسل الشخصية أو الشخصية؟ شوف يعني مثل ما ذكرت هم يمكن على حرب المعلومات هي الفكرة، that's why انه ذكرت انه هو بعيد عن الدراما الخليجية المعتادة. العادية. للأسف الدراما الخليجية زي ما انت عارف دائما انه مثلا تكون اكثر دراما اجتماعية، عوائل، في حدا مدمن مخدرات مثلا، زوجة بتنضرب او نفس ال تنهاب، فبيكون يعني الكل عارف انه في خط درامي في المسلسلات الخليجية. الحمد لله يمكن اخر 4 سنوات شفنا في تجارب شوي مثل مختلفة، ما مثلا حتى ساق البامبو، صار يعني في اختيار أو المواضيع أم الاجتماعية. هارون أو ام كذا. هارون رائع، اكثر من رائع طبعا، كمان في رمضان، صار في خلص طلعوا الناس من ملت وصاروا يطلعوا، بس هذه اول مرة انه حتى الموضوع مش اجتماعي، فهمت يعني في عليك. تشويق، حلو في فكرة جديدة، يعني حرب المعلومات، يعني يمكن حلو حتى يعني احنا يمكن ما في دراما عربية تكلمت عن الموضوع حلو بشكل بهالشكل، فهذا الشيء اللي خلاني كمان اتحمس على الموضوع، انه حلو. مختلف تماما عن اي، اكيد عن مش بس الدراما العربية، عن الدراما الخليجية. يعني خلص هنشوفك، حتروحي على التمثيل على التمثيل أكثر. عجبك انا عندي انا عندي عجبك الجو والله. لا انا مذيعة قلبا وقالبا، انا بحب شغل الإذاعة خاصة علي. انا الناس تسألني مثلا ايش هوايتك، اقول لهم الاعلام، انا واحدة دارسة هندسة معمارية، انا عندي ماجستير في الهندسة ما شاء المعمارية، الله فانا اصلا دخلت الاعلام لاني اعشق هذا المجال، حلو ودخلته بصعوبة لانه اكيد اهلي ما كانوا راضين، وانا درست والله. 6 سنين وتغربت في كندا، واهلي الاثنين مهندسين، فما كان قرار سهل وحاربت عشان ادخل فيه. والله فعلى التمثيل استهواني، وانا عندي موت دائما اقولها نيفر سي نيفر، يعني هاي كلمة انه لا مستحيل اسوي انا ما بقولها، لانه ما حد عارف تنعرض عليك بكرة. قبل انعرض كثير رفضت التمثيل. انعرض علي افلام، انعرض علي مسلسلات، امانة علي انعرض علي بطولة، لان كل الناس عارفين انه لما راح يكلموا مهيرة كاسم انه الشيء الوحيد اللي ممكن يغريني انه لو اعطوني بطولة، مش عارفين انه انا لما يقولوا لي بطولة اول شيء اقول لا، لانه اخاف اسوي تجربة واحدة وما انجح فيها، لانه انا غير مستعدة تمحي يمكن تعب سنين في مية مجال بالمية الاعلام، فلا وليش ابدا بدور بطولة؟ يعني هو دربتي على التمثيل يعني مع قبل المدربة ما الامريكية قبل يمكن، الهيدي الأمريكية قبل لا ما دخلتي بالديفا هيك؟ لا لا الديفا، لانه من جد هو كان في كوتش موجود اون ذا سيت، يعني موجود على اللوكيشن، وكنت اسوي يعني دائما كل مشاهدي اسوي، فهو يقول لي انا بتعلم منك لانه انت بتأدي انه الدور ايه دورك المذيع، يعني اعلاميا انا صحيح انت بتأديه مية صح، بالمية اكيد فانه ما اكيد. عندي اي توجيهات، فما كان في تمثيل،
يعني ما حلو. كان عندي لا مشهد درامي، لا أنا طالعة مذيعة في واحدة من البرامج الفنية، حلو. فما كان فيها الدور ما كان في التمثيلي. لا صعوبة. دورك مع أو تجربتك مع ناصر القصبي كيف كانت؟ عجبتك؟ هل ممكن أكيد مع تكرريها؟ ناصر مستحيل يعني الواحد، لأنه أنا بحب الكوميديا، يعني أنا إذا سألتني أنا الكوميديا يمكن تستهويني أكثر من الدراما. تمثلي، بتروحي على الكوميديا ممكن ممكن آه، يعني أنا تمثلي. بدايتي كانت في الكوميديا يعني مع ناصر، وحتى اوكي. أنا أتذكر إنه عندي أنا أحيانا سرعة بديهة، فأنا في أشياء طلعت فيها من النص وخلوها، حلو. فإنه هو مثلا جاوب عليه فأنا رديت عليه بجواب في أول سيلفي، لأنه ما كنت ماخذة الموضوع يعني كنت مرتاحة. حلو. وناصر كثير يريح، يعني أنا أتذكر في واحدة من المشاهد عدنا أكثر من مرة، فهو شافني إن أنا مش مقتنعة، فالمخرج خلص قال خلص كت، فقال اسألها هي، إنه هو مرتاح بدوره، بس أنا حسسني إنه أنا حابة مش one more، يعني خليني متعب. أجرب أضبطها أكثر يعني. فتخيل لوين يعني، يعني فعلا أستاذ ناصر القصبي أستاذ. طيب انت هلا حاليا موقفين برامج، صح، كنتوا كلام نواعم. كلامنا واعم توقف، بعدين انا سويت برنامج غدا اجمل، حاليا صحيح. كمان توقف، وطبعا انا مش اضطريت امشي يعني، ما كملت كل الحلقات، يعني في حلقة ما صورناها للاسف، واخر حلقتين من غير جمهور، واخر حلقة ضيف واحد بس مش اكثر من ضيف، فكثير اوكي. مرينا بصعوبات كنتوا صوروه في بلبنان. بيروت، لانه اولا يعني انت عارف الصعوبات اصلا اللي كانت في لبنان صحيح. بسبب الثورة، وبعدين دخل علينا كورونا، مين من أضع فكان في مش بس في لبنان يعني كل كل العالم البرامج أكيد. اللي كان فيها جمهور بطل فيها جمهور، بعدين صار في صعوبة تنقل لأنه يعني كل البلدان مين سكرت سكرت المطارات، سكر. فأنا رجعت على آخر طيارة. طيب غدا أجمل برنامج شفناك استضفتي نجوم صح، وصار كتير ترند، الحمد لله. حبيتي هذا الجو أو هذا ريت أنا حلمي حلمي يعني هذا البرنامج فعلا اللي كنتي أنت اشتهر، هيك بدك من أول. أنا هذا البرنامج أنا صار لي 5 سنين خلاص مقتنعة إنه أنا صار الوقت إنه يكون عندي برنامج ويكون بهالشكل، يكون في ترفيه بس ما يكون ممل، ما يكون في تكرار، حتى لو مستضيف نجوم يعني. اللي تابع البرنامج شافوا إنه كل حلقة كانت مختلفة تماما، يعني حلقة مايا عملنا فيها وعملنا معاها أشياء تصلح لمايا دياب، حلو. لشخصيتها، التحديات اللي عملناها أنا، ما عملنا فيها مقلب، فجرنا الاستوديو وهربنا، يسرى عملنا حلقة مختلفة تماما، طليق بشخصية يسرى، صحيح. كانت كل السراجة حدا. نحن أول لقاء بعد ما رجعت من الأوسكار، مشاركتها في الأوسكار، حسن الرداد حلقة مختلفة، كل قصي خولي عملنا معاه تحديات مع الجمهور، صحيح. ودخلنا جانب اللي هو من شخصيات هو أداها، فأنا هذا الشيء اللي أحبه، أنه أوكي حتى لو في فورمات ما أنت اللي خالق الفورمات، 100%. انت أنت فكرتك بتطور هي أعداد. شوف هو الاداء. إعداد وتقديم، ها. هو إعدادي مع فريق الأعداد طبعا، بس أنا يعني هيد أوف كونتنت، وأكيد فريق أعداد أكثر من رائع في بيروت. حلو. الفكرة من طبعا إدارة MBC، بس أكيد غيرناها مع بعض لأنه كان في جانب إنساني كانوا هم حابين يركزوا عليه، ما يكون فقط إنه برنامج. طيب شو صار مواقف هيك غريبة بالبرنامج أو طبعا نجوم هيك، أو شو لفتك فيهم للفنانين اللي شوف أنا أغلب صدفتيهم الفنانين يمكن بعرفهم، عندك؟ أنا أغلب الفنانين بعرفهم، يعني مش ما كان أول لقاء، يمكن أول لقاء مطول معاهم. شوف كلهم ولله الحمد على الطبيعة، نفس في ناس يقولوا لك أحيانا ما نتمنى نقابل بعض المشاهير لأنه في بيكونوا غير الطبيعة بيكونوا مش مختلفين. مختلفين صحيح. كشخصيات، بس لا الحمد لله كل الفنانين كانوا أكثر من رائعين. قصي خولي مثلا أنا صار لي صديق شخصي خاصة لما كان عايش في الإمارات، فلا بالعكس أنا حسيت أنه يعني كأني بستضيفهم في بيتي، يعني فهمت عليك. كان في روح حلوة، كان في روح تناغم. مثلا مع عمرو يوسف أنت عارف أحيانا بناخذ بريك وعشان مثلا نغير الست، نغير أشياء معينة، فبنتكلم عادي خلف الكواليس، فأنا طبعا كلموني إنه خلص ريدي 3 تو 1 وكملنا، فأنا بديت معاه الحوار. هو أوكي مش منتبه هو بس. مكمل بيرد وكده، بعدين بعد يمكن تاني سؤال يسألني إيه ده احنا على على الهوا، الهواء. فقلت له بفكر. ايه طبعا على الهوا،
قال لي ما شاء الله عليك انه انت ما يعني ما حس من كثر من الحديث تحت الهواء او على الهواء في سلاسه وفي عادي يعني في اريحيه ما في نفسنا مثلا. صحيح. مايا دياب كان مثلا احنا لسه سوينا فيها المقلب، هي في الاول كان المفروض هي تسوي مقلب مع الجمهور بس حصل معنا تكنيكال ايشوز ما زبطت، فاحنا يعني ما لا ما ما صعب اخليها تعدي لانه اوكي، بس هاي كمان كان المخرج هو تآمر. طيب هون في شفنا مايا، يمكن سالتيها سؤال واسئله محرجه او شيء، ردت عليك قالت لك مهيرة على عمليات التجميل انه آية. كثير ناس سالوني عن الموضوع خاصه بعد ما صار، بالعكس هي هو شوف انت اعلامي وصحفي وعارف احنا بنسال الاسئله اللي الاغلب الناس بتسالها، واحنا عشان كده كانت الفقره اسمها جريئة. طيب هيدا الكلام اللي انا كنت اقوله، تذكري بالاول انا في ناس كثير كانوا يقولوا لي علي ليش انت بتسال هذه الاسئله اللي كذا، اللي انت هلا عم تقولي انا بسال اسئله الناس. بس هو انا اؤمن بشغله، اوقات او احيانا طريقه طرح السؤال ممكن تكون مستفزه، ممكن. واحيانا الشخص اللي يعني المشهور او الضيف هو في هاليوم يمكن ما عنده تقبل انه يكلمك بهالموضوع، ممكن لو سالته نفس السؤال في موقف ثاني او في لقاء ثاني عادي يجاوبك ويضحك. احنا في النهايه بشر، فانا بتفهم، بس انا من الناس اللي براجع الاسئله مع الضيوف قبل ما يدخل على الهواء، خاصه الاسئله بتراجع الاسئله نعم مش يعني سؤال بالجو. سؤال بس بنسال احنا رح نتكلم في هالموضوع او بسالك شو المحاذير الحمراء محاور. يعني مثلا ان ما تتكلمي عن حياتي الخصم، ما تتكلمي عن الموضوع الفلاني، في ناس بيقولوا لي اوكي تكلمي بس اذا ما عجبني السؤال ما رح له، خذي راحتك. هو هيك مهيرة، لازم الواحد مع الفنان او اي حدا يتفق هو وياه مثلا شو في مواضيع ما فيني اسالك فيها، حسب نوع البرنامج وحسب نوع الحوار. انا برنامجي لايت انترتينمنت، مش برنامج انه بنحاول نطلع سكوب او اخباري، فاكيد لازم الضيف يكون مرتاح لانه هو او هي هيلعب معايا لعبه، هنساعد انسان، لازم يكون مرتاح، مش انه انا يعني اكيد ما تيجي تستفزي. اكزاكتلي مش يعني مش حلوه، يعني مش حلوه لا لي ولا لي. وفي النهايه انا بحب تكون علاقاتي مع كل الفنانين حلو. تستمر. انا مش انه انا اليوم راح استضيفك مش مهم زعلت مني مش مهم خلص روح. انا في منهم بيتصرفوا هذا التصرف، اكيد في منهم بيتصرفوا. طب سؤال، لما انتوا عملتوا بكلام نواعم في ضيوف كمان زعلوا يمكن من طريقة الأسئلة، فاشينيستا فانيسا ويمكن حليمة، يمكن لا حليمة ما زعلت، حليمة ما زعلت، بس أنا كمان يمكن أحيانا هو إحنا كنا ثلاثة ضد واحد هيك بينت هي المشكلة أنه البرنامج توليفته أربعة أو ثلاث مذيعات والضيف واحد، فانت احيانا يعني تخيل مثلا مش وان ان وان، عارف لو كان الحوار بيكون غير هيك، يمكن كان يمكن هي فهمت سوري فهمت هي انه يمكن انتم مستعصدين انه تحرجوا، هي عارفه شو الموضوع، هي عارفه كل الاسئله، عارفه المحور الاساسي يعني عارفه المحور الاساسي احنا جايبينها، وهي عارفه هي اصلا طلعت تكلمت انه هي اختارتنا احنا تتكلم في هالموضوع دونا عن كل القنوات، هي عارفه هي على اي موضوع جايه، احنا ما فاجئناها، احنا ما كلمناها غير عن هالموضوع. فانه هي انه تفاجأت بالموضوع اكيد لا، بس بتفهم. طب ليش انعمل ضجه هيك؟ لانه هي زعلت يعني زعلت يمكن اكيد حرجة. بس انا بتفهم، انا honestly بتفهم لانه I think احنا لانه كنا ثلاث اشخاص فبينت انه ثلاثة ضد واحد، فهمت عليك انه استلمتوها يعني هيك بينت، بس هي اكيد ما كانت او ما كان المقصد، بس احيانا في اشياء بتصير. رجعتوا تراجعتوا عن هذا الاسلوب مثلا او هاي الطريقه؟ لا لانه يمكن احنا ما عندنا اسلوب او ما عندنا، انا قصدي انه مش يمكن انه يعني تريحوا الضيف اكثر من انه تحطوه. انا ما بقدر اتكلم عن زميلاتي، كل واحدة عندها شخصيه وكل واحدة عندها طريقه في الحوار، فانا انا بتكلم عن نفسي، ويمكن انا اكثر واحدة نلمت لانه انا معروفه خلال تاريخي انه انا هذا مش مسالمه، انا مسالمه وحبابه، وبالعكس انا اميل اكثر انه الضحك والوناسه عن بطلع منك سكوب بس تكون انت راضي، فهمت عليك، انا عندي اسلوب بطلع منك كل المعلومات اللي احتاجها بس باسلوب حلو وتكون انت مرتاح من غير ما انت تزعل مني، بس
في النهاية في جو عام للبرنامج أنا غير مسؤولة عنه. أنا جزء من مجموعة، فأنا ما أنا صعب أتكلم. فهي كمان أحيانا الشحن من عدد من الأطراف ممكن يولد الموضوع. سؤال، هلأ الإعلام بشكل عام صار يتعمد هذا الأسلوب يمكن كرمال الترند أو يكون هو شوف أنا مع أن أنت تحصل على الإجابة اللي أنت محتاجها من غير ما تستفز الضيف. أولا اسمه ضيف، ضيف يعني هو ضيفك، يعني أنت اليوم أوكي ضيف. أنا ضيفتك في برنامجي بس أنت ضيف في بيتك. طب أنت ضيف في بيتي، هل يعقل أنه أنا مثلا أقل الاحترام أو مثلا أفتح مواضيع مستفزة لك؟ أكيد لا، راح أحترم وجودك في بيتي. فأنا أتوقع أو أنا أتعامل بهالأسلوب أنه أنا في النهاية هذا الشخص جاي عندي ضيف في برنامجي، فأكيد لازم يكون في احترام بس أؤدي شغلي كإعلامية. فهمت عليك. أنه أنا ما أسأل أسئلة اللي هي كلنا أو يكون موضوع ناري الكل بيتكلم عنه، أنا والله مش حابة أحرجه فأنا ما رح أسأل. أكيد لا، بدك تفوتي بالجو، لازم أسأل. دوري كإعلامية يحتم أني أسأل، أدروايز أنا إنسانة ما بأدي دوري. أنا هذا أنا اخترت هالمجال فأنا لازم أدي. بس أنت كيف تأدي؟ هو كله في الأسلوب. أنت في النهاية ممكن تحصل على كل شيء تبغى بس بأسلوب لائق وحلو. أنا هذه مسيرتي، يعني أنا ما بتكلم عن اليوم ولا أمس ولا أنا من أول ما بديت لحد حتى برنامج اللي سويته في رمضان أونلاين على حسابي أنا على ماي إنستغرام لايف، كثير سويت لقاءات وكثير طلعت صحبات بس ولا ضيف زعل مني. كيف كان لقائك مع روز؟ كثير مودر حلو. روز كثير حلو. أنت أول مرة عملت ترند، يعني طلع كثير أخبار وكذا. روز يعني أنا بحسها بنت كتير لطيفة وطيوبة، يعني يمكن شوي جريئة أو شيء، ما بعرف كيف لقيتيها لروز أو شو رأيك فيها؟ هي نفس شخصيتها اللي بتطلع على اللي بتطلع فيها على صفحاتها أو على إنستغرام أو أونلاين. بعدين الناس حبتها لأنها جريئة، أوكي يمكن ما حبتها بس على الأقل بتتابعها عشانها جريئة. فكمية الانتقادات غير، يعني بيصير فيه كأنه في تناقض. طب مين اللي شهر مودر روز؟ متابعين. المتابعين ليش بيتابعوها؟ عشانها جريئة. طب انتوا بعدين تجوا بتنتقدوها؟ ما في، ما تتابعوها. يعني اللي بينتقد ما تتابع، هو نفس اللي بيتابع هو نفس اللي بينتقد. انا هذه الازدواجية في الشخصية اللي ما بحبها. عادي، هي حرة في النهاية، هذه شخصيتها، هي قررت تكون جريئة. انا لا امها لا ابوها لا اهلها، انا ما لي علاقة. انا غير موجودة عشان احاسب مودر روز او غيرها، مش دوري. بس انتوا كمجتمع انتوا بتشهروا الشخصيات وبنفس الوقت بتحاربوهم عشان تذبحوهم. يا اخي خلونا بلاش هالسايكل، لا تتبعوهم. ونحن بتحس مجتمعنا شوي انه احنا ليش احنا اللي قاعدين نشهرهم. على فكرة الاعلام مش احنا اللي بنشهر، احنا بنستضيف الناس اللي اوريدي مشهورة. انا ما بشهر حد، بس انت او انا او ممكن اي حد ممكن انت تستضيفي حدا مش مشهور وتتكلمي عن موضوع. لا يمكن... انا بتكلم عن مشاهير السوشيال ميديا تحديدا، مش احنا اللي شهرناهم. اكيد شفناهم بعد ما صاروا هم مشهورين وبطلب من الجمهور، الناس اللي شهرتهم، الناس حابين يعني يعرفوا اكثر عن هذه الشخصيات. تتفق معاهم انا كل واحد انا بستضيفه مع انه انا اتفق مع كل اراء؟ اكيد لا، بس انه انا كمان بس بستضيف الناس اللي انا وهم على نفس التفكير علي. كمان اكيد لا. فجأت بكلام منا او ردة فعل؟ لا بالعكس، جدا مهذبة ورايقة بس جريئة. هي جريئة صحيح. بس انا عارف انه هي جريئة وكل الناس عارفين انها جريئة، فليش لسه بنستغرب من الموضوع؟ انا مش فاهم. يمكن نحن مجتمع متناقض شوي. مش شوي، نحن مجتمع متناقض للأسف. بس مش بس احنا، حتى يعني حتى في امريكا كل اللي بيتابعوا كيم كارداشيان اغلبهم لو بتدخل كلهم بينتقدوها بس برضو بيتابعوها، وهم ضد انه هي كيف انشهرت وعارفين كيف انشهرت وعارفين عارفين كل تفاصيلها بس لسه بيتابعوها. انت جريئة، طبيعة بشرية هاي. انت جريئة لحد معين باشياء معينة بس يعني مقارنة باللي موجود يا حليلي انا مسكين. طيب ممكن انه في يعني الصبايا اللي هلا طالعين او المراهقين يقلدوها او يتأثروا فيها؟ يعني اكيد تأثروا، بس انا يعني اجان الاهل بيلعبوا دور. احنا ما صعب تمسك كل مشهور، هذا المشهور انشهر فجأة، في منهم كثير انشهروا فجأة مش طالع هو عشان يكون مصلح اجتماعي أو تكون مصلحة اجتماعية، فأنت تحمله هالمسؤولية أنه أنت والله بدك تكون مشهور وتمشي ضمن هالضوابط. طب يمكن هو مش متعلم أو مش متربي ضمن هالضوابط،
100%. كيف رح تقنع ربيان برا وربيان بمجتمع برا مجتمع مختلف. كيف رح نربي بعدين احنا الاطفال حاليا ما بيتابعوا مشاهير من كل انحاء العالم، كمان نتصل على كيم كارداشيان والله يخليك تستري عشان عيالك مراهقين عندوكي صحيح. وتلاقي على فكره في متابعين عرب لكيم كارداشيان، انا بشوف كميه الكومنتات عند كيم كارداشيان بالعربي بضحك فعلا فعلا. انه طيب اوكي طيب شفتك عم قبل شوي عم تكلمي مع بنتك بالانجليزي، يعني قلت لك سالتك شو السبب، قلتي لي المدرسه. شوف انا كثير ناس بينتقدوني انه انا بكلم بنتي بالانجليزي، بس احنا في الاول لانه كلمنا دكتوره انه يعني من الطفوله الاسهل انه كل يعني الاهل اذا اكثر من لغه كل واحد يعلم لغه. فانا من الاول متفق انا وزوجي انا بكلمها انجليزي لانه ماي اكسنت وانا تعلمت في كندا ف انجليزيتي يمكن افضل منه، هو يكلمها عربي. فعشان ما تلخبط انا حذروني من هالموضوع انه ما اكلمها عربي وانجلش اتليست لعمر معين، لانه بعدين بتختلط هي ما راح تفهم، يعني هي طفل انا بكلمك من عمر سنه هي راح تفكر انه هي لغه ولغه مركبه العربي انجليزي. فانا كنت حريص انه بس اكلمها انجلش وهو يكون بيكلمها عربي. زوجي استسهل الموضوع صار هو كمان يكلمها انجليزي بحكم انه كل المدارس اللي عايشين في الامارات عارفين كل المدارس خاصه النيرسري، يعني كلمك عن الحضانه يعني من عمر سنه ونص لحد ما دخلت المدرسه. انا دخلت المدرسه العام ما في حضانه بالعربي، في انجليزي في فرنسي هاي الاختيارات الموجوده، ما في عربي. العربي يدرس كلغه يعني مره في الاسبوع او ساعه في اليوم. وانا جايبه لبنتي مدرسه من عمرها سنتين هي حافظه كل الحروف الابجديه، عارفه الكلمات، عارفه التشكيل، بس للاسف في المدرسه 6 ساعات بتقضي في اليوم بالانجليش. طيب في ناس التعليم كله بالانجليزي في الـ زوجك بيحكي مع لبناني لبناني وانا بحكي مع لبناني عشان ما نضيعها هلا بتحكي مع لبناني بتحكي مع مصري ما بتفهم عليه بتحكيها انجليزي بعدين ما شاء الله يعني بنتها عم بتقول شو عم بيصير حوالي يعني اكثر من كمان لا ذكيه ما شاء الله بنتك على فكره شفتها يعني وطيوبه حبوبه هيك اجتماعيه كمان قريبه اجتماعيه ما كان بدها بدها تضل معنا بالحوار مهيرة شفتك على التيك توك انت وبنتك كمان على قصه التيك توك شو عم تطلعي معك بنتك بالقبل كنتي بعديت عن ال صح بس انا بعدين فتحت لها صفحه انا مش ها والله ضد مش تيك توك طبعا فتحت لها صفحه انستغرام انا مش ضد اجان انا لا ضد ولا مع انا بتكلم عن مهيره انا عادي عندي انه بنتي تطلع بتفهم انه غير اهل مش حابين يطلعوا عيالهم كل واحد عنده قرار شخصي وعنده تفكير انا يعني ما يعني لا ادعي انه هذا هو الطريق الصحيح يعني طلعوا اولادكم وصوروا معاهم كل واحد حر بس انا بحكم انه انا شخصيه عامه ما عندي مشكله انه بنتي تطلع فهمت عليك. وهي بتحب التيك توك لانه تخيل يعني هذه هي الاعمار فهي اللي دائما انه حابه اتصور يا وانا دو تيك توك فيديو انا اوكي صرنا نعمل انت طلعت على التيك توك في ناس كثير انتقدوا تيك توك والمشاهير وكذا الناس بتحب الانتقاد علي اي شيء جديد دائما بيعتبروه غريب ولازم نحاربه حد من ايام ما طلع الجوال يعني لازم نحارب الجوال ودخيل بعدين الجوال اللي فيه كاميرا خلاص يعني ما هو احنا في عصر المعلومه وعصر الابس والابلكيشنز وهذه المنصات مش عجبكم تيك توك ما تفتحوا حساب سيمبل بس هو التيك توك لذيذ بس مش كل منصه لازم تكون هادفه ومش خلاص هو برنامج ميوزك وتحديات خلصنا هذه حدوده كلموا صاحب تيك توك في الصين انه ليش مسوي هالابلكيشن مش معناه انا ضد انه والله هذه الابلكيشن فقط للمراهقين هذه الابلكيشن عارف كم واحد مشهور على تيك توك عمرهم فوق الثمانين عادي واحنا استضفنا مثلا من زمان يوتيوب يوتيوبرز عمرهم فوق الثمانين فاتحين يوتيوب شانلز بيعملوا فيها الطبخ او بيعملوا فيها اشياء حلوه طب ليش احنا همنا بس انه لازم نقسم هالمجتمع على فئات ونوعيات واعمار خلاص يمكن احنا مجتمع عربي او مجتمع مسلم محافظ يمكن شوي بس مش ايش يعني شو دخل لانه يمكن انت في انستغرام عندك فيديو عندك لايف وعندك
بس هم تقبلوا الانستغرام. مش انت مش ممكن تصور شيء على صحيح. على انستغرام مسيء نفس ال ويا ناس طالعين عاملين مصايب على على انستغرام ولا كاتبين تويتات. في تويتات انهت وظائف ناس يعني 100% مسيرة عمل انتهت بتغريده. الفنان نوال الزغبي انتقلت كثير اوكي يمكن هي ما حبت عادي يعني بس انتقلت المشاهير اللي كمان اوكي انا اؤمن يمكن في ناس ما يعني ما الناس ما حبوهم على تيك توك ما كانوا كانوا يمكن اتقال شوي او مش طيب. مهضومين او يمكن مثلا بس علي انت اللي بتشوفه مهضوم مش بالضروره انا اشوفه مهضوم. احنا ممكن نكته او فيلم او كتاب او اي شيء بالعالم انت تحبه انا ما احبه. انا الاقي سخيف او تقيل دم او شخصيه انا ممكن اه والله حباب هالانسان وانا مستحيل مثلا او انت تقول لي لا 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 يطاق. فهاي في النهايه يعني يعني زيه زي اي عمل حتى او اي شخصيه. انا في ممثلين انا كل الممثلين او ممثلات انت بتحبهم او انا بحبهم او كل الكوميديانز احنا بنحبهم بنلاقي دمهم خفيف اكيد لا. في ناس بتموت عليهم في ناس صحيح هي صارت يركبوا الموجه يعني في منهم. الفنان لازم يكون متواجد يعني بس انا بتفهم ايه. خاصه الفنانين. طب ليش ما حدا انتقد مثلا جيلو؟ جيلو عمره 50 وعم تعمل تيك توك هي وزوجها هي وخطيبها اجنبيه يمكن يعني شويه والله سو انه هي اجنبيه محافظه على حالها واو. لا لا مش انه لا بس مش اذا واحده خمسينيه عربيه محافظه على حالها خلص لا بالعكس هذا الموضوع تقي شوفي عمرك يا العجوز يا طب ليه يعني مش فاهمه يعني هاي اوكي وهي ربي يعني ربي عيالك نضبي بالبيت ومش يا العجوز يا صار يقولوا يا العجوز لوحده عمرها 27 28 خلاص يعني هذا تنمر اقسم بالله. مية مية. يعني لما طلعوا شاكيرا وجيلو وعملوا هالبرفورمانس بالسوبر بول اوف المجتمع العربي يا ريت نسواننا هيك كل شيء فرنجي برنجي والله بس بس العرب يمكن العرب شوي احترمي شيبتك احترمي مش عارف شو عيب عليك في هالعمر يا متصابية يعني في كلمات من جد لازم خلاص نلغيها من قاموسنا العربي عيب هذا تنمر هذا تنمر على على النساء تحديدا. ليش ما بنسمع هالكلام على الرجال او لا احترم شيبتك او شيء ما يعني لا لازم ما بنسمعها على لانه ما ما بيطلع قليل ما بيطلع بيرقصوا الشباب يمكن اللي بيطلع بيرقصوا اكثر بس احنا كمجتمع بنتقبل من الرجل ما بنتقبل. على فكره بعد الانتقادات هيك في كثير فنانات انا ما عاد شفتهم بينوا على التيك توك يمكن بس ابشرك سميره سعيد فتحت تيك توك يلا والله كتيبة. برافو عليها والله حلو هذا جديد اليوم اليوم كان وبدها تبلش برافو عليها خليها يا اخي هي سميره ما شاء الله عنها صبية بتحسيها واي نوت ليش خلينا اكيد في ناس هيحبوا وفي ناس ما راح يحبوا عادي. هل كل الناس بتحب كل اغاني سميرة سعيد؟ اكيد لا. طب يا مهيرة يعني سؤال انا هون بقول ما بعرف هذا كمان حرية شخصية انا بنقول انه بنربي مثلا اولادنا او الجيل او الجيل الاخر مثلا على يقولوا يعني مثل ما بيقولوا عنا يعني انه سخفات او او تفهات او شيء من النوع يعني انه نربيهم بهالطريقه ولا نربيهم بطريقه يمكن لا التربيه شوي. لازم اكيد اكيد التربيه لها اصول يعني بس كل واحد كمان بيربي حسب بيئته فانت حسب البيئه ما نحن عادي حسب العصر حسب البيئه حسب البيئه حسب العصر حسب البيئه يعني نحن بيئتنا ربي بنتي كيف انا امي ربتني اكيد لا طبعا ربوا اولادكم لجيل غير جيلكم انا في خلق اشياء خلقوا لزمان غير زمانكم زي اهلي انه مثلا انه ممنوع انه تبات برا البيت ممنوع في اشياء هاي من المسلمات ممنوع اوكي هاي انا بربيها كيف هي ربتني بس في اشياء ثانيه اكيد لا مستحيل انا اعمل عليها الكنترول انا كيف انا امي ربتني 100% اكيد مستحيل مستحيل يعني فانا اوكي في مبادئ واسس اكيد العيب عيب والحرام حرام والحلال حلال هذا كله بنعلمه بعدين خلص انت بدك تشوف هالجيل شو وضعه يعني حلو. مستحيل انا اربيها كيف انا تربيت يعني هتكون كائن فضائي الي اكيد, أكيد مختلفه كليا عن عن هذا المجتمع يعني حتتعقد اكيد هتكون انسان غريب. شكرا كثير لك مهيرة على اللقاء الحلو والممتع الله يعطيك العافيه يا رب وكل التوفيق والله كان سلس انا ما توقعت شكرا